خيرة، قديش في ناس نياتها تعمل خير، قديش في ناس قلبها قلوبها سليمة، الله سبحانه وتعالى بيوفقها لهذا العمل. بس أنت بدك تصحح لهم، يعني عندك مفتاح محطوط أفقن بكون في داخل عند واحد في عقله في قلبه على الأفق، أنت بس بتحطه على الأن بكون سلبي بتحطه يا إيجابي، بعدين خلص سيبه لحاله، هو لحاله قاعد بيشتغل صح 100%. فإحنا هذا كل دورنا في العمل، لأن الله سبحانه وتعالى لما أشار قال والذين يظنون بالله ظن السوء عليهم زالة السوء، هذول اللي بيظنوا دائما سيء السلبيين اللي بيقول فيش مصالحة ما فيش مش عارف ما فيش شغل ما فيش عمل ما فيش، اللي دائما بيسكرها هذا تنظير سلبي، هذا بيظن سوء بالله. فالله قال هذا هو حيكون سبب الشر على نفسه، بينما إيش الآية اللي بتقول يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، هذا النقيض، هذا التفكير الإيجابي. فأنت لما تكون إيجابي هذا تفكيرك، الله سبحانه وتعالى أحد مقومات وأسباب أنه يحصل لك خير أنك يكون تفكيرك إيجابي، أنك بتظن المستقبل خير. لذلك أغلب مشاهير العالم اللي كان يعني من كثر ما هم أصبحوا مشاهير كانوا يتوقعوا أنه هم حيصير لهم كذا سوء من تفكيرهم السيء، إيش ما توقعوا فيه صار، يعني فأنت دائما تتوقع خير، لأن الله سبحانه وتعالى هذا اللي معاك اللي أنت بتنصره وهو حينصرك. هل بتظن أنه مش قادر ينصرك وقتك؟ السؤال هنا للشباب، يعني الشباب اليوم محبطين من الوضع، ملاي وكذا مصالح وكذا شغلة صارت، لكن فيش حد بيهتم في الموضوع هذا. الشباب اليوم يقول له مصالح، يقول لك عمي اي عملوا مصالحة اليوم وعملوا مصالحة مبارح وعملوا مصالحة كذا، ولكن بدون سمو. والله شوف، يعني الآية تقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. العلماء قالوا هذه الآية في منهم من أشار إلى من يريد إصلاحا، قالوا المتخاصمين يريد صادقين بالنيات، وفي قالوا لا اللي بدهم إياهم يصلحوا. يعني لكن إيش رأيك؟ فأنا بقول لما الشعب وصل إلى درجة أنه فعلا بده مصالحة وشعر بالمعاناة في ظل الانقسام اللي صار الإنسان، يعني ما فيش الروابط الاجتماعية وصلات الأرحام اتقطعت بالمناشير، وصار الواحد يعني إذا كان في فصيل وقريبه في فصيل يمكن يقعد له على الغلطة وروح يمكن يضره عشان هو ايش فصيله يكبر في فصيله على حساب قريبه ابن عم، شاف لو انقطعت قطعت الرحم قطعت العائله الواحده والاسره، البيت الواحد مكون من كذا كل كذا قسم، صار يعني صار الوان صارت فتح وشعبيه، تخيل البيوت تهدمت بالضبط، تخيل السلسله الاجتماعيه تفردت، وين راحت قوتنا؟ تخيل لما ابناء العم، اقول لك انا بعرف بيوت ورحت زرت بيوت وقالوا لي تعال شوف هذول، والله إخوة والله ما بأكلوا في صحن واحد، والله زوجة وزوجها إنهم خصمين، صار بينهم طلاق بسبب هذا، والله شب والله العظيم إنه ملتزم، حكى لي قال لي إلي 4 سنوات بكلمش والدي عشان تخيل على الألوان، نظام السياسي يفرق بين الحين وبين الكويت، احنا بدنا إعادة تأهيل البنية التحتية، ولكن هم راجعين على نظام أساسي ونظام سياسي، مش راجعين على أساس إخوة، راجعين إنه هذا حماس ولا فتح واللهم أعلم إيش بيصير بكرة. لا برضو بدنا نضل نتفائل، بس أنا بقول لك لازم المدرسين ياخذوا دورهم، المدرسين المعلمين طلاب الدين الدكاترة علماء الدين المشايخ لجان الإصلاح الناس اللي بتكلموا اللي لهم كلمة، يركزوا على نواة المجتمع، يركزوا على بنية المجتمع، على اللبنة يعني يكون تثقيف جذري بالبداية كل أسرة وبيت كل حصة أسبوعية في كيف كانوا الصحابة مع بعض، كيف كانوا الإخوة، كيف سلف الأمة، كيف خير، طبعا لازم تتبع مش بالمدرسة بالبيت في المدرسة بالجامع، يعني قديما لما كان الله يفتح عليك زنقة قلت القدافي يعني لما كان الوالد يجي زمان ابنه بشكيله بيقول له فلان ضربني بيقول له